السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم طلاب؟ إن شاء الله تكونون بخير. اليوم معانا القيصر سايفر. القيصر سايفر مثل ما تشوفون احنا أخذناه بمحاضرة النظري. القيصر سايفر اللي هي هاي المعادلة مالته in general في زائد كي مود 26. عندنا أحرف، وهاي الأحرف ترمز له من قبل من الصفر يرمز له إلى 25. بعدها طبق هاي المعادلة لـ P زائد K مود 26 و C ناقص K. هاي encryption و decryption هي C ناقص K مود 26. شنو راح نطبق هذا الشيء بالماتلاب طلاب؟ أول شيء احنا راح نقرأ المسج اعتيادي مثل ما نقرأه كل مرة، بعدين نحولها إلى أرقام باستخدام الدبل. شو راح نسوي طلاب؟ من راح نحولها إلى أرقام؟ ما راح تطلع لنا من الصفر إلى 26، راح يطلع لنا من 97 إلى 192. يعني أنت راح تقول مثلا دبل أي، أنت قريتها كتكست، شو راح يطلع لك 97؟ أنت تريد تسوي الأي صفر، تريد تسوي الزد 26، لازم تنقصها من 97. إذا هاي 97 إحنا بدنا نحكي عليها، إذا تشوفوها طلاب، هاي نقصنا كل قيمة، لأن الدبل يحولها إلى آسكي، نقصنا قيمة الآسكي من 97. دبل حولها إلى آسكي، نقصنا كل حرف قيمته من 97 حتى نرتبها بشكل من الصفر إلى 26 حتى نقدر نطبق المعادلة. إذا حولناها إلى بي. نرجع نقرأ الكي اعتيادي، اقرأ كرقم اعتيادي. بعد نطبق المعادلة اللي هي مثل ما قلنا، هي عبارة عن P زائد K مود 26. بالماتلاب عندك هذا المود وهذه القيمة وهذه قيمة المود، يعني قيمة الأولية والقيمة الابتدائية. فمود P زائد K من 26 نطلع من خلالها C اللي هو السايفر تكست. هسا حتى نطلع هذا التكست، حتى نشوف هل السايفر تكست شلون طلع لنا، نسوي له كار، وقبل ما هذه زيده بايش ب 97، يعني احنا اوريدي نقصناه من 97، يعني طلع الاسكي مالته، رجعها على اسكي، هذا ترجعها على اسكي، بعدين نطلع السايفر، طلع السايفر، بعدين بعد ما طلعنا السايفر نفس المعادله مالنا مال السي، ناخذ ننقصها من كي، يعني نشتغل عكسه، ومع 26 ونسوي دي سايفر، نعرضها ايضا بي زائد 97. كل ما تيجي تعرض او تريد تطبق المعادله يجب هو ان تتذكر انه الكاركتر يطلع لك الاسكي، لازم تدخلها الاسكي، ما تدخلها من 0 ل 26، تدخلها الاسكي فزيدها من 97 او تقللها من 97 اذا ايش اذا انت تسوي عمليه الجمع. فطلاب راح نجرب هذا، راح نجرب اي هذا، كان هذا اللي طبقه هو هذا البلاين تكست راح نجربه، وهذا السايفر تكست. البلاين تكست هذا راح نجربه، ناخذ هذا نسوي له كوبي. طبعا هذا طلاب الكي ماله 4، هاي نسخ، راح نسوي رن لك المسج، قد نسوي له بيست، هذا دخلنا المسج، والكي نخليه 4. شوفوا طلاب طلع نفس ال دي كي كذا، نفس ال خلينا نقول الشغل اللي احنا كنا مشتغليه، دي كي في كيو في كيو اف دي كي في كيو اف وهكذا. اذا هذا اول واحد هو السايفر تكس، وهذا بلين تكس رجع لنا اي بي سي دي اتش اتش اي كذا. اذا هذه هي خطوات ال شو اسمه، هاي الخطوات القيصر. اذا القيصر هو موضوعنا كان لهذا اليوم، شكرا جزيلا.